عاوز أربي ابني صح. ميرا يوسف دكتوراه مهنية صحة نفسية وإرشاد، مدرب معتمد دولي، استشاري نفسي وأسري تربوي بأكاديمية استشاراتي. بيجيلي كتير أسئلة ليها علاقة إزاي أربي ابني، إزاي أزرع في ابني القيم الإيجابية، إزاي ابني يكون عنده شخصية وكاريزما، إزاي أخلي ابني اجتماعي ومسؤول. هقول لكم على شوية نصايح هتساعدك كتير جدا في انك تزرع في ابنك القيم الإيجابية وتخلي شاب في المستقبل عنده شخصية وعنده معتقدات سوية بيتمتع بصحة وسلامة نفسية. أول حاجة أسمعه كويس واتناقش معاه قبل ما أفكر إزاي عاقبه أو أقول عليه ده صغير مش فاهم بيقول أي كلام. ما أبعد تماما إني أقلل من آرائه، دايما أفهمه وأتخيل إنه قدامي شخص محتاج يوصل وجهة نظر على قد سنه، أنا اللي أنزل للمستوى ده وأخده وارفعه معايا. لو فضلت أقول ده صغير مش فاهم مش عارف ملوش رأي هيصير كده طول العمر، لكن لو بدأت أقول رأيك حلو عندك أفكار حلوة الله ده أنا محتاجة مساعدتك في الموضوع الفلاني، هيبدأ دايما ينمي المهارات اللي ليها علاقة بإبداء الرأي والتفكير والتخطيط. كمان أعلمه قيمة الوعود، يعني لما اتفق معايا على حاجة أكون قدها ونفذها، مهم قوي. أنا أبدأ بنفسي ابني هيتعلم مني، أخليه يجرب نتيجة اختياراته. مدام بعيد عن الكوارث النار والكهرباء والحاجات الخطرة أخليه يختار، مهم قوي، يختار لبسه، يختار النادي اللي يلعب فيه، يختار الرياضة اللي يحب يمارسها، المادة اللي يحب يذاكرها، يختار الاختيارات المناسبة لسنه والعمره يقدر ان هو يتحمل نتيجة اختياره. حتى لو انا عارف كأب او كأم ان الاختيار ده مش في مصلحته اسيبه يجرب نتيجة اختياراته علشان بعد كده لما يكبر يعرف يفكر صح ويقرر صح ويتحمل نتيجة قراراته واخطائه، ما يرميش اللوم على اللي حواليه. كمان اساعده ينمي مواهبه اللي هو بيحبها مش اللي انا عاوزها ونفسي فيها، وهنا هنحط 100 خط. مهم قوي اركز ابني موهبته ايه، لانه مش بالضرورة ابدا يكون شبهي او ان هو جاي يكملني في حاجة، هو ليه مهاراته، ليه امكانياته، ليه مواهبه الخاصة اساعده ينميها. دايما امدح صفاته وسلوكه الحلو المرغوب قدام الناس، اعززها وبروزها، هتزيد اكتر وهتنمو اكتر. وعلمه يكون صاحب قرار من وهو صغير، وهو صغير ايوة حتى وهو صغير يقدر ياخد قرارات ويكون عنده اختياراته الخاصة، واخد رأيه في الامور البسيطة في البيت في العمل، اقول له عندي مشكلة وشاركه التفكير والتخطيط. مهم كمان اني اكلفه بمسؤوليات على قد سنه، بداية من 3 سنين ان ما كانش اقل، أقدر أشوف المسؤولية اللي أقدر أقولها له، لم لعبك، نظف حاجتك، وكل ما يكبر كل ما أقدر أكبر المسؤولية أكتر. دايما أركز أن تكون المسؤوليات اللي ببدأ أبعتها لي تكون مناسبة لسنه، لا تكون أصغر ولا تكون أكتر فتشعره بالإحباط، ولا أني أستسهل وأعمل كل حاجة بالنيابة عنه، ده خطر كبير جدا. مهم قوي ابني يكون له دور في حياته الشخصية وفي حياتنا الأسرية، ما فرقش في المعاملة بينه وبين اخواته، لا ان هو كبير واخواته صغيرين ولا الفرق بين الولد والبنت، لازم تكون المعاملة والاحتواء والرولز تكون واحدة ومتساوية. احضن طفلي، اشبعه حب من صغره عشان ما يضعفش قدام العلاقات السامة، تكون شبعان من مصدر الحب نفسه، وهو الحب الأسري، حب الأم وحب الأب وحب الإخوات، ده بيفرق جدا، لأن احنا بنشوف حالات كتيرة جدا عندها جوع عاطفي بدايته من المنشأ أو التربية أو الأسرة. أصاحب ابني ودعمه، أديله طاقة وثقة وأمان في نفسه، أديله مساحته الخاصة يجرب ويتعلم ويغلط ويصحح، وأنا في ظهره وبدعمه، أنا بشرف مش بتسلط، وده فرق كبير جدا بين إني أمارس دوري في الأبوة أو في الأمومة من ناحية الإشراف ومن ناحية التحكم والتسلط. الكلام معاه وعنه بالصفات الإيجابية، ذكي، نظيف، متعاون، ده هيخليه يبروزها ويدعمها ويكبرها وتزيد عنده أكتر وأكتر. أعلمه يكلم ربنا ويحكي معاه ويطلب منه يشكره
ويقوي علاقته، أحببه في العبادة، أكون عنده الضمير وإنه يفكر قبل ما يعمل الغلط، مش عشان خايف من العقاب، لأ علشان بيحب ربنا وعايز يرضيه. مهم قوي كمان إنه أدرب طفلي يعبر كويس عن مشاعره، حتى لو أنا خدته خرجته في فسحة مهم قوي أسأله أنت انبسطت، حاسس بإيه، إيه أكتر حاجة بسطتك، طيب إيه إحساسك أول يوم مدرسة، حتى لو رد عليك وقالك قلقان كمل كلام، قل له وصف لي قلقك أكتر، إمتى حسيت إنك قلقان، حسيت بإيه، إزاي، لأن من أهم دلالات الذكاء العاطفي إن الشخص يكون عنده قدر عالي من فهم مشاعره والتعبير عنها، فدايما أتكلم معاه أديله مساحة يعبر عن نفسه عن مشاعره ويفسرها ببساطة، هيساعدني إن أنا أفهمه، والأهم إن هو هيفهم نفسه. ربنا يحافظ على أولادكم ويبارك فيهم ويعطيكم حكمة في تربيتهم.